أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مستشفى القرباني يتعزز بخمسة أطر إدارية جديدة. وسطاء الفيزا شركة تنصب على المغاربة في إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية. محليا اعتقال أحد أكبر تجاري المخدرات بأوروبا منحدر من الهدارة قرب مدينة زايو. وفي أحوال الطقس توقعات بوصول منخفض جوي مهم إلى المغرب يحمل أمطارا قوية وثلوج. أهلا بكم من جديد، والبداية بالشأن المحلي. مستشفى القرب بمدينة زايو يتعزز بداية الأسبوع الجاري بخمسة أطر إدارية جديدة لضمان اشتغال هذه المؤسسة بحسب ما أكده مسيرها. وظيفة الأطر الجديدة تتجلى في تدبير الشؤون الإدارية للمستشفى بجانب مهمة أخرى تتمثل في المساعدة على العلاج، وهي مهمة توكل إلى هذه الأطر بين الفينات والأخرى. ويتوفر مستشفى القرب حاليا على 4 أطباء في الطب العام وطبيب أطفال بجانب مدير المستشفى. وطنيا، تمكنت الشرطة الإسبانية من اعتقال 6 أشخاص من بينهم أحد أكبر تجاري المخدرات متهمين بغسل 6 ملايين يورو من تهريب المخدرات من خلال شبكة شركات لها فروع في دول تعرف تواجد تجاري المخدرات مثل جمهورية الدومينيكان. ليتبين فيما بعد أن من بين 6 الموقوفين أحد أخطر زعماء مافيا المخدرات، وهو مغربي حامل للجنسية الهولندية منحدر من دوار الهدارة التابع ترابيا لقرية أكمان قرب زايو. وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2014 حينما بدأت تظهر معالم مافيا كبيرة لتجاري المخدرات في عدد من البلدان الأوروبية أبرزها إسبانيا هولندا، حينما تم تصفية شقيق زعيمها، إذ نتج عن ذلك مواجهات بين أتباع المغربي وعصابات أخرى نشيطة في التجارة بالمخدرات والجريمة العابرة للقارات. وللمزيد من العابرة للحدود عفوا، وللمزيد من التفاصيل يرجى بزيارة موقعنا الإلكتروني. ونبقى دائما في الشأن الوطني، حيث بشرت فرقة مكافحة الاحتيال التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية التحقيق في شبكة إجرامية مزعومة تحيط بشركة استشارات في مدينة سبتة المحتلة. تم كشف أمرها بعد شكاوى تتعلق بالاحتيال على مغاربة في الإجراءات الوثائقية لتسوية أوضاعهم القانونية بالثغر المحتل. وبحسب ما أوردته صحيفة إرفاو الإسبانية، فقد تم إدراج 3 أشخاص على الأقل كونهم قيد التحقيق، ولكن لم يتم اعتقالهم بعد، حيث وبعد رفضهم الإدلاء بشهاداتهم في مقر الشرطة تم استدعائهم من المحكمة. المصدر ذاته أفاد أن التحقيق لا زال مفتوحا وينضاف إلى عمليات أخرى قامت بها وحدة الشرطة الوطنية الإسبانية في الأشهر الأخيرة. وإلى أحوال الطقس، حيث تتوقع هناك توقعات بوصول منخفض جوي مهم إلى المغرب يوم الجمعة 9 فبراير الجاري، مما قد يتسبب في اضطرابات جوية باردة تشمل معظم مناطق البلاد. وتشير توقعات الطقس إلى أن المنخفض الجوي سيؤثر بشكل خاص على المنطقة الشمالية والوسطى وسلسلة جبال الريف والأطلس وصولا إلى الحوض السوس، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وثلوج على المرتفع. وتحذر التوقعات من احتمال هطول أمطار غزيرة وقوية على المنطقة الشمالية الغربية يومي الجمعة والسبت وعاشر فبراير، حيث من المحتمل أن تتعدى المقاييس 100 ملم خاصة على أقاليم الشاون، الحسيمة، تطوان، طنجة، أصيلة، وزان، العرائش. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى هذا الموعد الإخباري. للمزيد من التفاصيل يرجى التفضل بزيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. غدا مشاهدينا الكرام ستلقاكم الزميلة وفاء الحجرات في موجز لأهم الأنباء، وبهذه المناسبة نتمنى لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وهي بألف خير. في أمان.